ما شاء الله. اهلا وسهلا بيك. مرحبا، وش راكي؟ لاباس. شوفي في الكاميرا وقولي لي شكون اللي عجبك هنا كاع في الطلبه؟ نوميديان. يا سلام، اجابه كنت متوقعها 100%. نوميديا محبوبه الاطفال. زيدي نقول نوميديا شكون؟ سميه. لو كنت كبرت تدخل الحانه شغل؟ واه. داري تغني فيها في المدرسه؟ داري. واش تغني في المدرسة؟ نغني عليك النساء. غنيها لي دروكي، شوفي في الكاميرا وغنيها لي. نغني في رحبة؟ هي روح. عليك السلام يا أربع أجدادي، فيك طاب المقام وطاب إنشادي، وطاب إنشادي. يا حجاب الله ما شفتو ساعة والله، شافنا ورينا في مكة خلينا. براهيم. عماد باشا. يا اختي فين عجبوني؟ ماذا بيا في زوج؟ ريح بن بعد اخوة مصيغ انه في زوج غنوبي عجبوني. والاخت تبعتي طبعات اخرى؟ على التلفزيون من بعد. جيت نهرت جيت ما كذبش عليك. مليحة كي شفتو شفتو البلاطو عرفتو باللي المباشر وعلى التلفزيون ماشي كيف كيف. بوني ما نكذبش عليك وخرجوا. مثلي شكون؟ منيتهم هذاك حوتي. غسيل؟ حوتي هذاك غسيل كان عجبني بزاف بزاف، هذاك اللي كنت نفوضي عليه صح دوماج خرج، صح ماذا بيا يتهلاو فيها، مام ما جاتش لا فينال ماذا بيا يتهلاو فيه ما نكذبش عليك. شكون هو المترشح المفضل ليك؟ الحقيقة كاع عندهم أصوات ما شاء الله و عماد باشا. طب شوف هكا راك سباق طبعا الحصص اللي فات سوي. على كل حال المستوى تاع الطبعه بالك الاولى والثانيه هو احسن من لكن المستوى دائما يزيد يطلع هذا الاصوات الثاني ما شاء الله. ما شاء الله على كل حال نتمناهم النجاح على كل حال ومستقبل زاهر ان شاء الله وهي اصوات واعده. هذه اول مره تحضر بلاطو؟ مره نحضر وي. حاجه اللي عجبتك انا بزاف؟ شبيان كلش مليح. والاصوات؟ اصوات صعبه. مي كان واحد الصوت انا تاسفت اللي خرج حسين. فالي باي يخرج. كل جمهور يطالب بهذا الصوت، علاه خرج من المسابقة؟ خسارة اللي خرج. فريمون سان بون إليمون، داكور؟ حسين سان بون إليمون. خسارة اللي خرج. فوالا. يعني كل الأصوات جميلة ولكن المحبوبة عندك هو حسين. حسين فوالا. كاين شوية واحد الخوف هكذا، نوع من الخوف هكذا، راني خايف. أي واحد يخاف. إن شاء الله أنا نقول نولي للمسابقة، وإلا ما وليتش للمسابقة ماشي نهاية العالم، ما راح نكمل إن شاء الله، والخدمة إن شاء الله راح تكون من وراء الهنا وشباب، راح نفاجئكم إن شاء الله. وزيد نقول لكم باللي ربحت خاوة كيما يوبا كيما حسين نور الدين شوقي فيصل. راك خايف؟ لا ما مش خايف ولا أنا ما كيف نقول لك واحد ما دلي عليه لاكابيلا هذيك ناديها الحبابي وكل اللي اللي يحبوا ابراهيم حضرباش ان شاء الله يا ربي كيف نقول لك يحبونا في المسابقه وخارج المسابقه. ممكن يكون خارج ممكن يكون داخل الله اعلم. شوف ربي وش عاد في المكتوب ان شاء الله يا ربي. اللهم ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق. ان شاء الله بالتوفيق ابراهيم. فرحان نور الدين؟ فرحان بالبتاع دي قوي. وبيسر نفرح اخويا هواري كي نخدم سولو ونخدم بها ويشكروني اللجنه يعني ما وجهوا لي حتى انتقاد واحد. أدى مليح الخدمة مليح اللحن مليح الكلمات مليح الأغنية خرجت عني الحمد لله معناها هذه تزيد فيا النص. حبيت نخدم حاجة في الراي خدمت حاجة في الراي ديما نغني شاوي صايفي شاوي حبيت ننوع. حبيت نشوفوك في طابع آخر في طابع آخر حبيت ننوع هكا وما عرفت. شفت الجمهور تجاوب معك؟ طبعا لا بس حسين راني نظن راك فرحان بزاف برأي لجنة التحكيم. وي الحمد لله. هذه الشانسون كنت خايف منها بزاف سيرتو من ناحيه صافي بوتيلا باسكو هو هذه خدمته الالحان تاع الجاز وهذا الانواع تاع الموسيقى وشغل كنت خايف ما نكذبش عليك بصح الحمد لله اللي عصيت روحي وفات بيان الحمد لله. ما جوستومون جي ترافاي توت لا سمين باش نعوض ديك الملاحظه اللي مدها لي صافي بوتيلا الاسبوع الماضي. بان ريزيلتا كان خدموا معكم الاسيتي هذا بزاف في المدرسه. بيان سور سوسو امين دهان جابي باس لو كونكور نشكرو بزاف.